يجي متخفي يعني يشوف هامات الطيارة موجودة ولا لا، ينزل ويلا يجي على البيت، وطلع كذلك هكذا يعني يشوف في طيارة في أحد موجود يلا يخرج السيارة. نايمة الظهر، أختي الصغيرة فاطمة هي في التلفزيون يعني، فجأة صاحت ماما ماما، أنا قمت يعني سمعتها وقمت، جينا قلنا بابا بابا، شوفوا التلفزيون يعني هو عم يصعد وعم يخطب. أنا قلت لها ماما مين؟ ليش ليش يعني ما عرفت إيش بدي أحكي يعني. غريب أول مرة أشوفه يعني، انصدمت صدمة كبيرة يعني إنه شفت والدي يخرج يعني الخلافة، وأنا يعني كنت مصدومة يعني في ذاك الوقت يعني الصراحة مصدومة كثير إنه ما كنت أتوقع إنه يصير هذا الشيء. أمنيات يعني حياتنا أمنيات، ما حدا كان يعرفنا من الجيران أو البيت من نقعد فيه إنه نحن مين يعني، الحديقة ما نطلع بها نخاف يخاف من الطيارة يعني، هذا الشيء نطلع لازم يعني خط مثل الواحد يعني ما أعرف خايف من شيء تطلعين تدخلين يعني ما أعرف شلون هذا الشيء أوصفه يعني، ما عشنا عشة إنسان يعني. طبعا اختلفت الحياة كثيرا يعني، الآن أصبحنا نشعر فعلا نحن في خطر حقيقي يعني كعائلة، نحن الآن فعلا في خطر حقيقي يعني، الرجل يعني أصابه غرور يعني ما عاد يعني يهمه الذين الناس اللي حواليه يعني، كل اللي يهمه هو فتوحات أمنه الشخصي، كيف يوسعون هذه الدولة، كانت عندهم أحلام كبيرة يعني.